السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم عبد الهادي بخاري. اليوم عندنا مشروع مميز جدا لعشاق الطبيعه في اسطنبول. هذا المشروع الذي بني على مساحه 92 الف متر مربع، ويتكون من 1200 وحده سكنيه عباره عن 16 برج، تختلف من غرفه وصاله، غرفتين صاله، ثلاثه وصاله الى اربعه وصاله، وفيها 30 محل تجاري. خلوكم معنا وشوفوا هذا المشروع الجميل. الآن وصلنا عند مجسم المشروع. طبعا زي ما انتم شايفين المشروع عبارة عن 16 برج مبني على زي ما قلنا 92 ألف متر مربع. اللي يميز المشروع بشكل عام انه 80% من المساحة عبارة عن مساحات خضراء. زي ما انتم شايفين عندنا مواقف سيارات مفتوحة وعندنا مواقف سيارات مغلقة لكل بناية. عندنا الخدمات متكاملة من مسابح، ألعاب أطفال، جلسات خارجية، صالة فتنس ولياقة، مسابح مفتوحة وأيضا مسابح مغلقة. بشكل عام المشروع جاهز للتسليم، الصكوك جاهزة. تعالوا الآن نشوف الشقة النموذجية في المشروع. برج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن للشقة النموذج. هذه الشقة مساحتها 199 متر مربع، ثلاث غرف وصالة. أول ما ندخل زي ما انت شايفين عندنا الدولاب، هذا الدولاب من ضمن الشقة، طبعا تكون راكبة جاهزة. شايفين مساحة الدولاب كبير جدا والمدخل واسع جدا، وايضا عندنا ارتفاع السقف 3.5 متر تقريبا. على يد اليمين مباشرة عندنا المطبخ. المطبخ زي ما انت شايفين السيراميك ممتاز، راكب بشكل كامل. عندنا الطرف هذا ايضا الفرن راح يكون من ضمن الشقة، وايضا الطقم هذا بالكامل، وعندنا غسالة المواعين. إذا جينا للتفاصيل الباقية، قبل ما ندخل التفاصيل الباقية، ورق الجدران من ضمن الشقة هذه، وكل الشقة تكون فيها ورق الجدران جاهز. نشوف على يدنا اليمين مباشرة عندنا صالة كبيرة جدا، مساحتها تقريبا 35 متر مربع، واسع زي ما انتم شايفين، وشرحة ممكن استغلالها بنفس الطريقة هذه اللي موجودة في الشقة النموذج، وأيضا لها بلكونة وسيعة جدا ممكن نشوفها تقريبا 4x4. الآن تعالوا معنا نشوف التفاصيل الباقية. عندنا في المقابل هنا، مقابل الصالة مباشرة، مستودع كبير ممكن استغلاله بالطريقة هذه، وضع غسالة الملابس، وأيضا ممكن استغلالها كغرفة. أيضا عندنا هنا البانيو الرئيسي للشقة، انتم شايفين السيراميك والتصميم جميل. توجه الآن إلى الغرف المتبقية. الميزة في المشروع هذه الثلاث غرف صالة 199 متر، الغرف جدا كبيرة والهول برضه كبير زي ما شفتوا، الصالة كبيرة. شوفوا معانا غرفة الأطفال، صراحة مساحتها تقريبا 6x6، تعتبر كصالة كبيرة جدا، ممكن وضع 4 أو 5 أسرة فيها واستغلالها باستغلال كويس. الماركات المستخدمة في الأبواب ماركات ممتازة جدا، حتى من اللمس واضح. الآن تعالوا نشوف الغرفة الثانية. هذه الغرفة أيضا مساحتها ممتازة جدا، تقريبا 4x5، مساحة ممتازة جدا زي ما قلت مقارنة بالمشاريع الأخرى. مشروع أو مساحات الغرف هذه ممتازة. عندنا غرفة النوم الرئيسية أيضا تقريبا 5x6، مساحة كبيرة جدا وممتازة، ولها دريسن روم هنا زي ما انتم شايفين، يعني تعتبر كغرفة لوحدها بالدواليب هذه. الدواليب طبعا ما تجي مع الشقة، هذه فقط للعرض. وعندنا أيضا الحمام والبانيو الرئيسي لغرفة النوم. طبعا المشروع هذا في شقق من غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة، أربعة وصالة. خلوكم معنا وشوف تفاصيل المشروع.
نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك والإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم. جميع الأسعار والتفاصيل موجودة أسفل هذا الفيديو. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.